بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معكم جيمز ديزاينر. هذا هو الدرس السادس والأخير أتوقع من دروس الذئب أو الحيوان المفترس. راح نكمل معاكم قوة الإحساس عند الذئب وتفاعله لما يستشعر بوجود الكائن. فنروح إلى ملف الكائن. يفضل أنك ترتب الملفات هنا بشكل منسق حتى لا تتعب في عملية البحث. راح أروح إلى الإيفنتك. ممتاز، راح اخذ نسخة من هذه. ومن هنا راح اقول له get distance to، وراح اوسع من هنا شوي لاني احتاج الى البرانش هذا. ومن هنا راح اطلع سيكونس. ممتاز، هذا راح اخليه عند الزيرو هنا، وعند الون راح اطلع برانش جديد. هذا البرانش راح يكون تابع للديستنس. من هنا راح اختار اكبر من او يساوي فلوت فلوت، راح اوصله بالشرط. طبعا اكبر من او يساوي لابد تكون المسافة اللي خاصة بالديستنس بين الذئب وبين اللاعب، ويفضل تكون مثلا 13,000 1300. طبعا لما نقسمها على 100 حتكون 13 متر. او ناخذ الكاركتر موفمنت لان نحتاج ان احنا نوقف حركة اللاعب الذئب. من هنا راح اقول ستوب موفمنت immediately، هذه راح احطه عند ترو. ومن هنا راح اخذ الانيمال والفاوند يو من دون ما احدد صح، لاني احتاج انه يوقف عن ملاحقتي. لما اضيف له صح معناه حيستمر بالملاحقة، نفس اللي عملنا في بعض البرمجيات هنا. تمام، الآن راح أخذ نسخة من هذه كاستو AI controller مع الجيت controller والفوكس. قل له كنترول C، هنا كنترول V. تمام، لأني أحتاجها تكون هنا. سيت فوكس هو للتركيز فقط، استدعاء تركيز اللاعب يكون في نقطة محددة. هنا راح اعطي ديلي تأخير، وهذا الديلي بإمكانك اما انك تضع الدوريشن بشكل موحد او بشكل ثنائي، او تضاعف هذا الثنائي بشكل موسع عن طريق خاصية راندوم فلوتن رينج. طبعا برضو بإمكانك المينيمم هنا تعطيه راندوم فلوتن رينج، والماكسيمم برضو نفس الشيء. برضو تكرر هذه المسألة أكثر من مرة إذا حبيت تكون الخيارات عندك الوقتية متشعبة. هنا راح أخليه من 2 إلى 4. الآن وكحد أخير ناخذ نسخة من وولف موفمنت هنا. حتى نكمل فيه الكود البرمجي. طبعا لاحظ اللي سويناه هنا انه فقط وضعنا مسافة في حالة اني هربت من الذئب مسافة ابعد من 13 متر، حيوقف الذئب عن ملاحقتي وحيكمل شغله بالولف موفمنت اللي احنا وضعناه. هذا الكود تقريبا نفس الكود اللي وضعناه للزومبي. بامكانكم الرجوع الى حلقة الزومبي اللي 3 حلقات، شرح مفصل وتكلمت عنه بشكل موسع. نقول لكم باي وسيف. ولكن حتى تكون البرمجة مكتملة لابد نضيف حركة اللاعب الطبيعية في حالة انه ما وجدني. فقبل stop movement immediately هنا حوسع، وراح اخذ الكاركتر movement. من هنا راح استدعي set max walk speed، وحركة الذئب الطبيعية أنا خليتها 150، فنضيف هنا 150.
برضو عندي هنا من أسفل هنا عند البان سنسينج، راح أوسع شوية بس هنا، من هنا راح أقول له دو وانس، وهذه دو وانس راح تكون موصولة بالبرانش وبالانيمال والفاوند يو. برضو هنا في ريسيت راح أقول له كاستم ايفنت، وراح أسمي هذه بنفس الاسم ريسيت فقط حتى يعمل لي إعادة. راح أستخدم هذا الملف حتى يعمل لي إعادة لحركة اللاعب. الآن راح نستخدم هذا الملف في الايفنت تك، عملية تعديل بسيطة هنا، راح نوسع هذه شوية، وراح استدعي هنا الريست اللي عملته، تمام. برضو انزل اسفل راح احذف هذا حاليا، راح اوصله هنا، وراح استخدم الريست قبل ستوب موفمنت immediately ريست، الان راح اوسع هنا شوية، وراح اخذ animal will find you من true، راح اخليه متصل بالريست من دون ما اعطيه صح، انتبه اقول لكم compile save، ونروح الى هنا hunt player، راح اضيف delay فقط هنا بحيث انه يستمر بالهانت، ولكن راح اعطيه طبعا الديلي مهم جدا بحيث انه يوزن ما بين الحركة الاولى والحركة الثانية الانيميشن، فنقول له ديلي هنا راح اعطيه اقل نسبة 0.1. اتوقع كذا اكتملنا يعني الايفنت تك اهم شيء عندي. اوه دو وانس هنا لابد نضيف، نوسع هذه شوية بس. طبعا عملية التعديل هذه اللي تشوفها جدا ضرورية، ترجع لها كل فترة وفترة. دو وانس يعني مو مشكلة انها تكون خلل، ولكن حتى تتأكد ان البيانات ما راح تعطيك اي مشكلة في حالة التطبيق. طيب وضعنا الدو وانس هنا، وفعلنا الفولس في الريست، وثبتنا الكومبليتد عند انيمال والفاوند يو. طيب حاليا كذا خلصنا من الاحساس عند اللاعب، سواء كان اللاعب قريب منه او بعيد عنه. بس عندي مشكلة، طبعا هي المشكلة هي نفس المشكلة اللي تتكرر معانا مع اي لاعب، الا وهي الهيلث، انك لابد انه لما يكون بعيد عنك انت ما تشوف الهيلث، لما تقرب منه او تعمل له ضرر هذا اللي يطلع الهيلث. لو نلاحظ هنا لما اقول بلاي، لاحظ هنا الهيلث موجود حتى لو اني ابتعد، الهيلث موجود وحيشوه منظر الخريطة، هذا غير مرغوب. راح نعمل فقط نفس اللي عملناه مع الزومبي بحيث ان احنا نلغي الهيلث الا في حالة الاقتراب. راح نرتب هذه الملفات فيما بعد. التعديل اللي راح نسويه بالنسبة للهيلث حيكون برضو بالإيفنت تيك، لأنه الإيفنت تيك احنا اللي حددنا تحرك اللاعب بشكل نمطي، هنا وضعنا الديستنس والديستنس يعتمد عليه. ففي الأخير هنا اللي هو البرمجة الأخيرة اللي قمنا فيها هي اللي راح نتلاعب فيها، لأن هي اللي تعتمد على المسافة distance to، فنوسع هنا. طبعا هي تقريبا نفس البرمجة اللي قمنا فيها للزومبي، بإمكانك الرجوع للزومبي وعمل نسخة في حالة انك ما حبيت تتعب نفسك في البرمجة. من هنا البرانش راح اطلع سيكونس، وراح اخذ برضو نسخة من السيكونس هنا، راح اوصلها بالفولس، تمام. هنا عندي الـ then one
موصل بالاكزيت الخاص بالدوانس. هنا الريسيت راح يكون ذن زيرو الثاني الخاص بالسيكونس. ممتاز. وهنا راح اطلع من الذن 2 او 1 او قبل، راح اخذ الوجز الخاص بالذئب هنا، راح اطلع set visibility، طبعا هو اللي يتحكم بظهور الوجز لانه موصول فيه، وراح احدد new visibility هنا، راح اوصله بذن 1. تمام. بالنسبة لهذه طبعا في حالة انه new visibility اني ابتعدت عنه 13 متر. في حالة عدم الابتعاد والاقتراب هنا راح يختلف الوضع، راح اروح الى سيكونس الاول وذن 1، راح اطلع من عنده do once. هذا do once راح اعمل له reset للفيزيبيليتي الظاهر، وراح اخذ نفس الوجز ونفس الفيزيبيليتي، راح اوصلها بالكومبليتد، ولكن من دون ما اضيف نيو فيزيبيليتي صح، لاني احتاج لما ابتعد عنه خلاص يختفي عندي اللي هو الهيلث بار. لاحظ الان هذا الكود عندنا مكتمل. تمام. هنا معذرة، هنا الجيت بلاير كاركتر وكاستو بلو برنت ما لازم يكون موصل بالتارجت، يكون موصل بالاذر اكتر. نحذف التارجت من هنا. اوكي، راح نقول كومبايل وسيف. طبعا ما نقدر نطبق هذا الموضوع الان على الذئب لانه سرعته هي نفس سرعة اللاعب، وبامكانك تخليها اسرع طبعا، لكن بس راح اوريكم ان الهيلث اختفى من الذئب الا في حالة الاقتراب منه. لاحظ انه الهيلث غير موجود وما اقدر احدد اماكن الذئب، فلما اقرب الهيلث حيكون موجود. تمام. لاحظوا بس، خصوصا لما اقرب. طبعا بامكانك تخليها المسافة المطلوبة اللي انت تحتاجها، احنا المسافة هنا خليناها 13 متر، تحدد طبعا تضيف المتر وتضيف صفرين، يعني لو خليته مثلا 20 متر تخليه 2000 وهكذا. طيب، وحتى نكمل معاكم الكود بشكل افضل، راح اخذ نسخة من هذه كلها، ألا وهي Git Controller و Cast to AI Controller و Set Focus نسخة، ونجي هنا حتى يشيك لي ان اللاعب ميت. راح اوصل هذه ب Set Focus اللي هو True الخاص ب Dead. تمام. هذا اتوقع حيحل لنا اي مشكلة طارئة في الذئب في حالة انه مات. ممتاز. الآن بإمكانك تجرب الكود، هذا هو نفس الكود تقريبا اللي عملناه للزومبي مثل ما ذكرت لكم. بإمكانك تطبق الآن هذا الشرح على أي حيوان، أو بإمكانك برضو تأخذ نفس اللي عملنا مع الأسد، تعمل create child blueprint أو تعمل له نسخ استنساخ نفسه، يعني بحيث أنك تفتح فولدر هنا وتعمل إضافة لهذا الفولدر ثم تعمل له كوبي. فبإمكانك برضو تأخذ البيانات هذه من دون إعادتها من الأول. أتوقع هذا كل شيء لهذا اليوم، اكتمل معانا بناء الذئب. نقفل هذه بعد ما نقول لكم كومبايل وسيف. إذا حبيت تجرب بإمكانك تجرب، ولكن يفضل بمساحات أعلى شوية. أنا ما راح، خلينا نقتل الذئاب معاكم. يلا ناخذ السلاح. لاحظ انه الهيلث ما خرج عندي لاني كنت بعيد عنه، الحين لما اقرب حيظهر الهيلث. ممتاز. ريلود. فين الثاني؟ اوكي، واتوقع انه برضو حركة الذئب لما يموت. لاحظ اني ما اقدر هنا اشوف وين موقع الذئاب لاني الهيلث انا خليته فقط عند الاقتراب منهم 13 متر. هذا واحد هناك.
تمام، قرب مني، كل ما قرب حيظهر الهيلث. لاحظوا. اوكي باقي الاخير، والجثث حتكون موجودة ما بين دقيقة إلى دقيقتين بالضبط. أو هذا هو. ممتاز. في الدروس القادمة راح نستكمل معاكم بقية الأمور اللي ما أنهيناها في لعبة العالم المفتوح. من ضمن هذه الأمور أتوقع أن احنا راح نضيف بعض الأمور البسيطة جدا، من ضمنها المين منيو راح نعيد بناءه، برضو راح نضيف صفحة خاصة للوفاة وصفحة خاصة للانتصار في حالة أنك فزت في اللعبة. أتوقع ما في شيء ثاني، 5-6 دروس قادمة إن شاء الله وراح تكون اللعبة مكتملة. معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.